اخ يعني ايه كل الحاجات دي؟ هي كتير قوي الصراحه. ايه ده؟ دي جواها ايه دي؟ ايه ده؟ دي جواها فلوس اجيبها معايا ولا لا؟ ايه ده اللي انت ماسكه في ايدك؟ ده بس وراها هروح ارميها انا بايدي. ده اصلا ورد ورق يعني بسيط مش هيحتاج مقشة يعني. ماشي. ده هيحتاج مقشة، ده هيحتاج مقشة. اتفضل. ايه؟ رحت مش اديك فلوس لسه؟ انا هروح اعمل حاجة. ايه ده؟ فلوسي هنا. ايوه كده حوشتي فلوسي هنا. ايه ده؟ ايه الورق اللي هنا ده؟ ايه ده دي محفظة مامتي اختارتها. طلعتها بره المدرسة، طلعتها بره بقى كده. طيب انت انا بقى هتتخسر من وانا تبعك ليه بقى؟ هتخلع من مرتبك تاني على فكرة، ولو قلت لي اتفضلي اعمل دي تاني. اتفضلي يا حضرتك. لا هتخسر برضه. اتفضلي، مش حاجة. بقولك ايه، قولي باسمي وانا اعرف اسمك اصلا. اوعى كده يا عم انت، مستحيل هيخسرك كده من مرتبك. اخ انا كده هخسر من مرتبي. ايه كده لما دي؟ خلاص كده مش ناقصني حاجة تانية. ايوه كده خلاص كده خسرت من مرتبك تاني. ليه؟ عشان مشيت من غير ما تقول يلا اتفضل. ده 5 جنيه بس عشان انت خسرت من مرتبك مرتين؟ عشان انت كنت شطور كنت معاك 20، ده بس خسرت من مرتبك مرتين فبقيت 5 جنيه. يا رب. طب 10 جنيه حتى. لا ماليش دعوة. لو كنت تخسر من مرتبك واحد كنت يبقى 10 جنيه، بس دلوقتي خسرت من مرتبك 2 فيبقى 5. حتى 5 جنيه بس يا رب. حتى 5 جنيه بس. ايه 5 جنيه بس ليه يعني؟ ممكن بيديك 20 عشان انت كنت شطور جدا. انا اصلي عارف مش عارف سمعت صحيح. يا بابا ده راجل غلط جدا طبعا، مش طيب ولا حاجه زي ما انت بتقولي. الله يحب يا اخي، كنت شايفه مش طيب كده. يلا تعالى يا حبيبي يا اخي، دي محفظه دي جواها دي جواها 200 يعني. ايه ده جواها 100 من 200 يعني؟ انا اصلا ما بصيتش جواها، افتكرتها فاضيه فحطيت فيها 5 جنيه اصلا من غير ما ابص فيها كويس. حطها بسرعه في المكان السري، وانا افتكرت ان دي يعني ما تتحطش في المكان السري عشان هي 5 جنيه بس. راح انزله الورق ده عشان اقول له مرتبي كام، كم مرتبنا كام، عشان يعرف كم مرتبنا كام عشان ما يتلخبطش، عشان هو
ايدي اتلخبط اتلخبط لخبطة يعني كبيرة جدا. يعني خليني بقى اطلع بقى. بقول لك ايه، تعالى اديك الورق وتشوف مرتبي كام. كان مرتبي كان 20. استني بقى كده، بص كده الغلا ده بقى 5 بس. ليه يعني؟ ما هو يعني اني انا سمعت كل حاجه واني ما عملتش حاجه كتير قوي قوي قوي. يعني كنت حتى تدي 10 يعني لو خدت مرتب واحد بس. على فكره غبي جدا في العاده، كنت كسر مرتب واحد بس كان يبقى معايا 19. ماشي. انا عن نفسي بحب اخسر كتير كده. ليه يعني؟ انت مفتري وانا افتكرتك ان انت طيب. ماشي، انا عملت التليفون جبت طلعت. لا مفتري جدا. ده مش مفتري جدا كمان، ده مفتري خالص جدا. مفتري 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 يعني الصراحة. اسكتي اسكتي، انت مش فاهمة حاجة. انا مش مفتري ولا حاجة. انا بدي دلوقتي بقى انا همسح بيتكو ده كله. ايه اللي في بيتكو ده؟ لازم امسح كل الحاجات دي من بيتكو، حتى الهدوم اللي انتوا خدتوها. حرام كده عليك الصراحة، يعني حرام كده. تبقوا تاخدوا بقى ساجي يا حبيبي، احنا استنينا اسبوع قبل ما ناخد. حرام كده، استنى اسبوع تاني. بقولك ايه، لو اتكلمتي تاني مش هديك اكل حتى. بص مش بتدينا اكل خالص. صحيح، بروح اشتري اكل. ده ايه ده؟ ابقى روح اشتري لنا اكل. انت اصلا انا عارفه ان انا مش هشتري. اسكتي بقى اسكتي، تعبتيني، خليتيني حتى ادخل جوه بيتك. ده هو ده اصلا بيت، وده اصلا شكل بيت. ضايقني. لا 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 رجلي. معلش اصلا تلعبيش بيها تاني دي. ايه بقى؟ سيبها تلعبي تاني. لسه فرانة شطارة يعني، شطارة يعني تسوق كويس كويس يعني. لسه صغننة برضه، لسه صغننة برضه. اسكتي بقى يا ماما. زي كده ان اموت. خلاص خلاص من نفسي. دول عمر بيتعصر في الكلمة دي. مفترية، خليني اتأثر وخليني بقى مش جيني بيب. يلا هروح انام بقى. ماشي روح نام. اخد شكله نايم جوينا فبيشخر كتير جدا. زيت ولكن من السمح يعني ما تصل تصل سمعي يعني. انا من سمعي يعني. ايه ده؟ ايه الشنطة دي؟ فهي جات لي فكرة. جات لك فكرة ايه يعني؟ انت مين من عمر الناس اصلا؟ خلاص خلاص. ماشي يا روحي بقى. هما يفتكروا بقى ان هي جواها البيض والحاجات دي. لا وحاجات السرية، الفلوس السرية. ايه ده؟ الصوت ده الصوت ده ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ نطلع برا ونشوف الصوت. سيدي حبيبي تلعب كده. معلش يا بابا، يا بابا ده هو يحافظ عليك. انا تعبت تعالي برا. اخ انا صحيت من صوت الانذار ده. هو جاي منين؟ واحنا والله كمان سمعنا ده العالم.
كله جه. ايه ده فعلا جم كله يتجمع عشان شكل الصوت ده وصوت خطر. احنا عاملين ايه؟ هاي اسمي كلبوزة. اسمك ايه؟ اسمي كلبوزة. اسمك غريب. طيب ما هو جد الهبل اللي سماني كده. ايوه انا عارفه فعلا انت بتتعبي كده عيب يا بنتي. اوكي عيب. حاضر حاضر. انت عن نفسي اختي مش بتقولي كده ومامتي ما تنفعيش بقى. في عن نفسي يعني ما اختي مش بتقولي كده عشان مرض اختي بالنسبه لها ان هو غبي. ايوه فعلا غبي. مش هو فعلا غبي جدا. انا بقى هسميك اسمي فين جميل جدا. يبقى هو ايه؟ حسين. اي حسين جميل جدا. انا كنت نفسي يبقى اسمي حسين بس هو مرضوش. قال يسميني كابوس عشان باكل كتير. بس حلو انا باكل كتير يعني. حتى خلى شعري كالبوزة. قلنا انا كده. والله عندك حق بص. بس شكلك البيبي اللي بشنب. اي يعني الناس اصلا بتقولي كده. انا عارفة. انا بقى هغيرك شعرك لما نيجي نهرب بعض. قلتي ايه حبيبتي؟ قلتي ايه؟ ما قلتيش ان الناس بتتكلم معايا على اللعبة الحاجات ده. الحاجات دي بقولها ان انا عندي يعني لعبة. انا شكة فيها وانا كمان اروح. هاي دي طفة عندها 3 سنين. هم ايه؟ ايوه ممكن ده طفة عنده 3 سنين كمان. هو كمان هيعملوا ايه يعني؟ هو عندهم 3 سنين بس هيعملوا ايه؟ ايوه يعني خلينا نسيبهم بقى. تعالى والله كله يتجمع ويلا بقى نروح نستخبى في مكاننا الاصلي. احنا سمعنا لنا اخر كده. كله رجع في مكانه. معلش يا ماما ينفع تفتحني؟ اه ماشي. اخوي 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 انت ليه؟ شكرا. انا بروح بقى الاوضه بتاعتك. انا ماشي نروح نايم. اليوم اللي بعده احنا فقر جدا محتاجين فلوس. مين يسرق بقى النهارده؟ ايوه احنا فعلا بنجمع 10 جنيه بس. واحنا كمان انا كمان وانا كمان. انا كمان اخيرا اتكلمت يا حبيبي. وانا كمان يا حبيبتي معلش ان انا عملت لك التصريحه دي انت واخوتي كده. اخيرا كمان حسيت فينا بقيت شغبي خلاص. اخيرا ده ايه ده؟ ايوه مين هيسمع؟ كلنا بس كده هنعمل صوت كبير جدا. عادي عادي عادي. انا هقول لكم مش يعني مش ماشي ماشي. احنا بنقفل ليه؟ يلا لما يكونوا صاحيين بس. اخ يعني احنا اصلا معندناش كده بالليل. شايف اي حاجه ولا لا؟ يلا احنا كسبنا.